ذكرها ابن قتيبة رحمه الله. والحديبية هذا الموضع معروف في عند أهل التواريخ والسير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان فيه الصلح المعروف بصلح الحديبية. والحديبية هذا الصلح الحديبية، ومنهم من يسميها غزوة الحديبية، ومنهم من يسميها غير ذلك. يقولون كانت في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل المغازي والسيار أنها كانت في هذا التاريخ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى من المدينة قاصدا مكة، لا يريد حربا ولا يريد لقاء، إنما يريد العمرة. وبعض أهل العلم يقول إن سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأى رؤيا أنه وأصحابه يطوفون بالبيت العتيق، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة مع أصحابه من المهاجرين والأنصار، واستنفر العرب واستنفر من حوله من الأعراب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن تلقاه قريش وأن تصده عن البيت وأن تبادئه بالحرب، وإنما هو كان يريد العمرة. ولذلك أظهر شعارها واعتمر وقلد الهدي وأشعاره ليشيع في الناس أنه لا يريد صلى الله عليه وسلم حربا وإنما يريد عمرة، وأنه يعظم الشعائر فيكف عنهم فيكف عنه أذاهم. وكان ما كان مما أراد الله تعالى ليكون توطئة للفتح الأكبر الذي هو فتح مكة. روى البخاري في صحيحه حديثا طويلا عن أوضاع الحديبية وما كان فيها، وهو ما يروي البخاري عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه عن مروان بن الحكم: يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في 14 من أصحابه، حتى إذا كان بذي الحليفة، وذو الحليفة تعلمون أنه هو ما يسمى اليوم بأبيار علي، هو ما يسمى اليوم بأبيار علي وهو ميقات أهل المدينة. حتى إذا كان بذي الحليفة قلد صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعاره، تقليد الهدي وهو المشار إليه في قول ربنا سبحانه: ولا القلائد. تقليد الهدي هو أن يعلق بها شيء يعرف من مر به ذلك الجمل أو تلك الناقة أنه من هدي الكعبة، فلا يتعرض له بسوء، والعرب كانت تعظم ذلك جدا. وأشعاره الإشعار أنهم كانوا يضربون سنام البعير بحديدة بشيء حاد فيشقون سنامه فيدمى سنامه، وهذه أيضا علامة البدن المهدى للبيت فلا يتعرضون له. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة وكان ساق معه الهدي قلده وأشعره وأحرم بالعمرة صلى الله عليه وسلم، وبعث عينا له من خزاعة يستخبر له أنباء قريش. ومضى صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير أشطاط. أشطاط هذا موضع قريب من الحديبية، وهو موضع أنتم سمعتم أنه قيل فيه غدير. الغدير موضع يجتمع فيه الماء، هذا الموضع أشطاط أحيانا يجتمع فيه الماء وأحيانا لا يجتمع فسمي غديرا. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم غدير أشطاط أتاه عينه ذاك الخزاعي، فقال له: إن قريشا قد جمعت لك الجموع وقد جمعت لك الأحابيش. علموا بخروجه وعلموا أنه يقصدهم، ولم يمنعهم من أن يجمعوا له أنه أظهر العمرة وأنه يريدها، لا يريد حربا ولا ولا ولا, ولا, ولا قتالا. فقال: إنهم قد جمعوا لك الجموع وجمعوا لك الأحابيش. الأحابيش هؤلاء أوزاع من القبائل تحالفت مع قريش، وهم أوزاع من بني الهون بن مدركة بن خزيمة، ومن بني الحارث بن عبد منات بن كنانة بن المصطلق، هؤلاء هم الأحابيش.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه من الصحابة: أشيروا علي أيها الناس، ألا ترون أن أميل إلى ذرار إلى عيالهم وذرار هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن أتونا كان الله قد كفى عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لقد عمدت إلى هذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حربه، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: امضوا على اسم الله. فساروا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خالد، خالد بن الوليد، هذا خالد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. قال: فوالله ما شعر بهم خالد لما أخذوا الجهة التي دلهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشعر خالد ولم يحس بالجيش، مع أنهم بضع عشرة مئة. فقال: والله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، حتى رأى غبار الجيش، يعني وصلوا. قال: فانطلق يركض نذيرا لقريش. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الثنية التي يهبط منها عليهم، فبركت راحلته. فقال لها الناس: حل حل، هذه كلمة تقولها العرب لتحرك الناقة لتنهض تنهضها بها. فألحت الناقة، حرنت، بركت، لم تريد أن تثيب ولا أن تقف. فقال الناس: خلأت القصواء. خلأ القصواء، هذه هذا اسمه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وخلأت معناها حرنت وبركت ولم تريد أن تنهض من غير علة، لا علة لها تحملها على هذا، وهذا سوء خلق في 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 الإبل. فقالوا: خلأت الناقة، خلأت القصواء، خلأت القصواء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. حبسها ربنا سبحانه عن أن تدخل مكة كما حبس الفيل قبلها أن يدخل مكة. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن حبسها حابس الفيل، والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجر الناقة فنهضت، فعدل عنها إلى أن نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل ماء. ثمد هذا حفرة فيها ماء قليل، يعني وفيها عينها ماءها قليل قليل. قال: فنزل على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبردا، يعني يأخذون منه قليلا قليلا لا ينقعهم ولا يرويهم. فلم يلبثه المسلمون حتى نزحوه، قليل ماء وهم 1400، فيبس الماء ونزحوه وأخذوه كله. فشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فأخرج صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته ودفعه إليهم، وأمرهم أن يجعلوه أن يجعلوا سهمه في ذلك الثمد. قال: فوالذي نفسي بيده ما زال يجيش بالماء حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك، إذ أتى بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه خزاعة، وكانت خزاعة عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا عيبة نصح له من أهل تهامة. عيبة نصح يعني كانوا مأمن سر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلعهم على سره، وكانوا ينصحونه فيخلصون له النصيحة وإن كانوا على دين قومهم. فقال له بديل بن ورقاء: لقد تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد المياه من الحديبية. كعب بن لؤي وعامر بن لؤي هذو في ذلك الوقت جماع قريش، تركتهم نزلوا أعداد المياه. الأعداد جمع عد، جمع عد،
والعب هو الماء الذي له مادة لا تنقطع، له عين تمده فلا ينقطع، هذا العب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نازل على ثمد، وهم نزلوا الأعداد، العيون، المواضع المياه التي لا تيبس ولا يفنى ماؤها، ومعهم العوذ المطافيل. العوذ جمع عائذ، والعائذ هي الناقة ذات اللبن. المطافيل التي معها أطفالها. ما معنى هذا؟ نزلوا على مواضع المياه ومعهم النوق ذوات اللبن، وتلك معها أطفالها، فلا تحن إليها وتريد الرجوع، بل معها أطفالها وتدر ضروعها باللبن. على أي شيء يدلكم هذا؟ على أن قريشا مقيمة، إذ عرست عسكرت على المياه ومعها ما تشربه من لبن وما تأكله من لحم، يعني لا تنوي فرارا بل تنوي المكث. قال: تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد المياه من الحديبية ومعهم العوذ المطافيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جئنا لقتال، إنا لم نأتي لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد ناهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، جعلت بيني وبينهم مدة تدع الحرب فيها أوزارها، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظفر فإن شاءوا دخلوا في الذي دخل فيه الناس، وإلا فقد أجموا، يعني تركوني هذه المدة، فإن ظفرت بالناس إن شاءوا بعد ذلك دخلوا في الذي دخل فيه الناس، وإن لم يريدوا الدخول فيه وأرادوا الحرب يكونون قد استراحوا من الحرب التي أضرت بهم ونهيكتهم، وإلا قد أجموا. وإن أبوا، هذا الذي أعرض عليك الآن، وإن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، حتى أبقى وحيدا، حتى يفنى جميع من معي، ولينفذن الله أمره. فقال بديل بن ورقاء: سأخبرهم بالذي تقول. فأتى قريشا فقال لهم: إني قد جئتكم من عند هذا الرجل، وقد سمعته يقول قولا، فإن شئتم أن نعرض عليكم قوله فعلنا. فقال سفهاؤهم: ليس بنا حاجة إلى أن تخبرنا بشيء من قوله. وقال عقلاؤهم: هات الذي سمعته من قوله. فقال: سمعته يقول كذا وكذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود الثقفي وقال: يا قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى، هو ثقفي، هو ليس بقرشي، فكيف يكونون له والدا؟ أمه منهم، أمه قرشية، فيكونون قد ولدوه في الجملة. فقال: ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: ألست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا، يعني ما نتهمك، إذا قلت شيئا ونصحت أنك تريد صلاح الذي فيه صلاحنا، فهل تتهموني؟ قال: لا. قال: ألستم تعلمون أني قد استنفرت أهل عكاظ ودعوتهم إلى نصركم، فلما بلحوا علي امتنعوا، جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى، يعني نعلم هذا. فقال: فإن هذا الرجل قد عارض عليكم خطة رشد. هذا كل ما تقدم من كلامه توطئة لهذا، لأنه لو جاء وجبههم فجأهم بقوله هذا لقالوا: أنت خواف وأنت جبان وأنت تميل إلى كذا، لكن وطأ لهم بكل ذلك لهذا الذي قاله: فإن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم قد عرض عليكم خطة رشد، فاقبلوها ودعوني آتي. فقالوا: أتي.
فذهب عروة بن مسعود الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقالته التي قالها لبدير بن ورقاء. فقال عروة بن مسعود: أي محمد صلى الله عليه وسلم، أرأيت إذا استأصلت أمر قومك، إذا قتلتهم واستأصلتهم، أرأيت إذا استأصلت أمر قومك، أسمعت برجل في العرب اجتاح قومه قبلك؟ وإن كانت الأخرى إن ظفرهم بك فإني والله أرى وجوها، إني أرى أوشابا خليقا أن يفروا ويدعوك. أوشاب، أخلاط من الناس، أخلاط، هؤلاء لا تجمعهم قبيلة واحدة فيستحيوا أن يفروا لأجل أن الذم سيلحق قبيلتهم، هؤلاء أخلاط، فلن تلحق المعرة بجميعهم، فلذلك لن يستحي أحد من الفرار. وفي رواية: أرى أوباشا، والأوباش الأخلاط من سفلة الناس، خليقا أن يفر ويدعك. فغضب أبو بكر رضي الله عنه وقال تلك الكلمة القبيحة: امصص بذر اللات، نحن نفر عنه وندعه. فقال عروة بن مسعود: من هذا؟ فقالوا: أبو بكر. فقال له عروة: والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. هل تحسون بهذا الكلام يسري في نياط المخ منكم؟ لا أحب أن تسمعوه بأسماعكم، لكن أحب أن تسمعوه بحواسكم مجتمعة. ما ألذ، مع أنه يصدر من عروة وهو كافر في هذا الزمان. انظروا إلى هذا الكرم العربي. هذه كلمة قبيحة جدا، يلقى بها أبو بكر رضي الله عنه عروة، قبيحة جدا. ولكن عروة لم يجزه بها، لماذا؟ ليد كانت له عليه، فهما الآن يعني لا لهما ولا عليهما، ولم يستفزه الغضب. هذه دائما أقولها، هذه من أمارات قول ربنا: الله أعلم حيث يجعل رسالته رسالاته. إلى انظروا إلى هذا الظرف الذي اصطفي ليكون حاملا لهذه الرسالة، كيف هذا الخلق؟ لا يستجريه الغضب، لا يستفزه أن قيل له كذا وكذا. لا لا، قل: من كذا؟ من هذا؟ أولا من أنت؟ هذا فلان. أنت فلان، لك يد عندي. فجعل عروة بن مسعود يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهوي بيده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعبة قائم على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعبة ابن أخي عروة بن مسعود، عروة بن مسعود عمه. فجعل كلما أهوى عروة بن مسعود بيده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، المغيرة بن شعبة يضرب يده بنعل السيف ويقول: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أذاه قال عروة بن مسعود: من هذا؟ لأنه كان مستخفيا. قال: من هذا؟ قالوا: هذا المغيرة بن شعبة ابن أخيك. هذه رواية صحيح. خارج الصحيح أن عروة بن مسعود جعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمسك بلحيته. هذه كانت عادة العرب، لأنه أنتم تقرأون في الصحيح: يهوي بيده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا أنت تكلمه؟ ما شأنك ولحيته؟ هذه كانت عادة عندهم، أن الرجل في تكليمه للرجل يأخذ بلحيته، يمسك لحيته، وهذا كان يكون عند الملاطفة. وغالبا ما يفعل هذا النظير بنظيره، وحاشا أن يكون عروة بن مسعود نظيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضي لعروة بن مسعود،
تألفا له واستمالة له، ما لا 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 ينهى عن هويه بيده إلى لحيته. ولكن المغيرة بن شعبة كان يعني يكبر عليه أن عمه يتمس يده لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ليس من تبجيل وتوقير وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا، وهذا خارج الصحة أيضا، قالوا إن عروة، إن المغيرة بن شعبة لما رأى عمه مقبلا لبس المغفر ولبس لأمة وتلثم حتى لا يعرفه عمه، وقام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل كلما مد يده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربه ابن أخيه. فلما أكثر عليه من الضرب قال عروة بن سعود: ليت شعري، من هذا الذي آذاني بسوء خلقه؟ من هذا الذي آذاني بسوء خلقه من أصحابك؟ والله ما أحسب أن فيكم الأمامين هو لا أشر نسبا. فقالوا: هذا ابن أخيك. قال: تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: لا. وقال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فقال له عروة: أي غدر يا الغدار، أي غدر، ما زلت أسعى في غدرتك؟ أنت غدرتي وهربتي، أنا ما زلت أصلح في غدرتك، ما زلت أسعى في غدرتك، لم أغسل يدي من غدرتك، لقد أورثتنا العداوة في ثقيف. وهذه الغدرة أن مغيرة بن شعبة كان ذهب إلى مصر مع نفر في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم وأتى المدينة فأسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. هذه رواية صحيح. في خارج صحيح أن المغيرة ذهب مع نفرين من ثقيف إلى المقوقس صاحب مصر، فلما وفدوا عليه أعطاهم وأكرمهم، لكنه قصر بالمغيرة، أعطاه دون ما أعطى أصحابه، فأدركت المغيرة غيره. فلما كانوا راجعين جلسوا يأكلون فشربوا وسكروا فناموا، فقام إليهم المغيرة فقتلهم جميعا وأخذ أموالهم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فتهايج الحيان في ثقيف، رهط المغيرة بن شعبة ورهط المقتولين، فجعل الذي يسعى في الصلح عمه عروة بن مسعود، فتراد الحيان على أن يديهم عروة دية 13 نفسا. فهذه الغدرة التي كان مازال يسعى فيها هو، وأنت تضربني. قال: فجعل عروة بن مسعود يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما تنخم صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، ولا أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره، ولا توضأ إلا كادوا يقتتلون على فضل وضوئه، ولا كلمهم إلا خفضوا أصواتهم عنده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ولا يحدون النظر إليه، أي لا يديمون النظر في وجهه تعظيما له. فلما رجع عروة إلى قريش قال: أي قريش، لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والذي نفسي بيده، إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله ما تنخم إلا وقعت في كف أحد من رجل منهم فمسح فدلك بها جلده ووجهه، ولا أمرهم إلا ابتدروا أمره، ولا توضأ إلا كادوا يقتتلون على فضل وضوئه، ولا كلمهم إلا خفضوا أصواتهم عنده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ولقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقام رجل من كنانة يقال له سليح فقال: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها عليه. من العرب الذي يعظمون البدن التي تهدى للبيت، فأثيرها في وجهه، جعلوها وهو قادم يراها مقبلة جهة البيت فأثاروها، فاستقبلته البدن واستقبله الرجال يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، والله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فقام رجل لقريش فقال لهم: دعوني آتي. يقال له مكرز بن حفص، فقال: دعوني آتي. فقالوا: إيتي. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هذا مكرز وهو رجل فاجر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم جعل يكلمه، فبينما هم كذلك إذ أقبل عليهم سهيل بن عمرو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لقد سهل عليكم من أمركم سهيل. فقال سهيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو أكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكاتب، وقالوا هو علي كما في رواية أخرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن أكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل بن عمرو: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله، أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف. فقال له سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، بل هذا من العام القابل. تحدث العرب أن دخلتها رغم أنوفنا، أنك ضغطتنا فدخلت. لا والله ما يمكن هذا، ولكن ذلك من العام المقبل. وعلى أنه لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: وكيف يرد إليهم وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو، هذا سهيل بن عمرو الذي يكاتب النبي صلى الله عليه وسلم ويصالحه، جاء ابنه يرسوف في قيوده، مثقل بالقيود، مسلم يرسوف في قيوده، وكان خرج من أسفل مكة حتى ألقى ظهره، حتى ألقى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل بن عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. هل قلنا احنا في بنو العرب وأن لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا رددته؟ انظر الصورة، أبو جندل المسكين جاء قيود في الأيدي في الأرجل، وهو عاني متعب، يرصف مثقل متعب منهك من تلك القيود، ثم هو جاء من مكة إلى الحديبية، مسافة. وأنتم تعرفون كيف تضاريس تلك المناطق، كيف الجو فيها، هذا لمن هو راكب ومعه ماء وما، فكيف بإنسان ربما كان حافي القدمين مقيدا بسلاسل من حديد؟ لا ماء ولا زاد. ولما جاء في حيث يظن أنه النجاة قيل له: ترده إلينا. فقال: يا هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد، احنا ما زلنا. قال: إذن والله لم أصالحك على شيء أبدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. هذا طيب، هذا أجزه لي. فقال سهيل: ما أنا بمجيزه لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنت فاعل. فقال سهيل: ما أنا بفاعل. أبو جندل يرى هذا الذي يصنع به وهو فقال: يا معشر المسلمين، أرد إليهم وقد جئت مسلما،
ألا ترون ما قد لقيت؟ فتنة عظيمة جدا جدا جدا. تصوروا هذو المسلمون، هذو العرب الأول، هذو العرب، هذو البؤبؤ، هذو عين إنسان العرب، هذه النخوة تجسدت في الأجسام، هذو الإباء، نبن أباة الضيم من آل مالك. ثم نحن شيء تطيش له الألباب. ولذلك جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمر ما استطاع أن يصبر على هذا، فقال: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ مفروض هم أهل الدنيا وهم الذين يعطون الدنيا، لسنا من نعطيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فقال له عمر: ألم تكن تحدثنا أن نأتي البيت فنطوف به؟ أنا قلت لكم إن بعض العلماء ذكروا أن هذه الرؤيا سبب الحديبية، والصحابة كانوا لا يشكون أنهم سيأتون البيت، أخبرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تكن تحدثنا أن نأتي البيت فنطوف به؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو حدثتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه فمطوف به. لكن فذهب عمر إلى أبي بكر فقال له: أليس رسول الله؟ قال أبو بكر: بلى. ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال أبو بكر: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الرجل، إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. هذا أبو بكر، هذا فضل أبي بكر، كلامه ككلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذو القذة بالقذة. هل كان أبو بكر يسمع ما يقوله رسول الله لما كان يخاطب عمر؟ ومع ذلك الكلام هو تدرون الفضل. هذا أبو بكر، سأل الله أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. فقال له عمر: أولم يكن يحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ فقال له أبو بكر: أو كان يحدثك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه فمطوف به. قال عمر رضي الله عنه: فعملت لذلك أعمالا، يعني لهذا الكلام الذي كلمت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه المراجعة التي راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره، عملت لذلك أعمالا من الصدقات والعتق والصوم، خوفا من مغبة كلامه رضي الله عنه. فلما قضوا الكتاب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا هديهم ثم يحلقوا، فلم يقم منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات، ما قام منهم أحد. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وأخبرها بالذي لقي من الناس، فقالت له أم سلمة رضي الله عنها: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ فلا تكلم منهم أحدا، فاخرج ثم لا تكلم منهم أحدا حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكلم منهم أحدا حتى فعل ذلك، فقاموا إلى بدنهم فنحروها، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا غما. ثم رجعوا إلى المدينة، فلما جاءوا المدينة جاء أبو بصير رجل من قريش أسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت قريش رجلين في طلبه، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: العهد الذي جعلت لنا. فرد إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بصير فذهبوا به، فلما كانوا بذي الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين:
والله إني لا أرى سيفك هذا جيدا. فهذاك استل سيفه وقال نعم والله إنه لجيد، لقد جربت به وجربت. فقال له أبو بصير أرني أنظر إليه، قال هاك. فلما أخذه ضربه به حتى برد، وفر الآخر راجعا إلى المدينة. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا ورأى الفزع الذي فيه الخوف، قال لقد رأى هذا فزعا. فحتى أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قد والله قتل صاحبي وإني لمقتول إذا لم ترده عني. فجاء أبو بصير وقال يا رسول الله قد بر الله قسمك وقد رددتني إليهم وقد أنجني الله منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعار حرب لو كان له أحد. هذا الصنيع الذي صنع يسعر الحرب، لو كان معه إنسان الحرب تسعر، هذه الحرب التي وضعت مسعار حرب لو كان له أحد. فلما رأى أبو بصير ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن سيرده أيضا، ففر وخرج إلى موضع هناك قرب المدينة يقال له سيف البحر، وينفلت منه أبو جندل بن سهيل بن عمرو فيلحق بأبي بصير في سيف البحر. فجعل هؤلاء يعني بلغ نبأهم، انتشر نبأهم وفشى، فجعل لا يسلم رجل من قريش ويفر إلا جاء أبا بصير وأبا جندل حتى صاروا عصابة. فجعلت لا تمر عير لقريش تقصد الشام إلا تعرضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فجاءت قريش تناشد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناشده الله والرحيم، إلا قال أن من أتى مسلما من قريش أنه آمين. فحينئذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير، وأدرك حينئذ من كان اعترض من المسلمين على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا من رأيهم عندما رد أبا جندل لقريش، لأنه لو لم يرده لانتقد الصلح، ولما كان صلح ولا كانت حرب ولا قتلت أنفس من المسلمين ولا سفكت دماء، وكل ذلك لم يكن ببركة رأيه صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله وأن ربه وأنه لا يعصي ربه وأن ربه ناصره لا محالة، وقد فعل ربنا سبحانه. والحديبية كان فيها منقبة عظيمة، كان فيها حدث عظيم سوى ما ذكرناه، كان فيها بيعة الرضوان التي ذكرها، بيعة الشجرة التي ذكرها ربنا سبحانه في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذه كان لها ما بعدها لأنها أثبتت شيئا صار عقيدة من عقائد المسلمين. الكلام فيها فيه شيء من الطول نذره.